هاي، يوم وصفتنا برغل على بندورة على طريقتي أنا مع بندورة المجففة. أول شي رح نقلل البصلة والثوم زيت زيتون على نار خفيفة حتى يحمروا عندي. بعدين حنرجع نضيف البرغل لحتى شوي يتقلى معهم. حنضيف البندورة المجففة وعندي بندورة مهروسة. منضيف الحمص، تقريبا كوب ونص من الحمص المسلوق. بعد ما يستوي شوي تقريبا ويتقلبوا مع بعض، هضيف المي، هضيف معه مكعبين مرق خضار، شوية بهار أسود. بدهم تقريبا من 20 ل 25 دقيقة على نار خفيفة. هلا رح نسكبهم بقلب الصحن. فينا نزينهم ببصل أخضر أو شوية بقدونس، وهيك الوصفة صارت جاهزة وألف صحتين.